السيد الوطني الجزائري. أنا الآن كلمة ترحيبية لمدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة فلفلة سعيد بولكرة. أتلوها على مسامعكم نيابة عنه. السادة ممثلي بلدية فلفلة وعاليات المجتمع المدني، الأسرة الأمنية المدنية العسكرية والطورية، الطاقم الإداري والبيداغوجي، بناتي أبنائي المتربصين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أود أن أعتذر لسيادتكم على غيابي المضطر وعدم مشاركتكم هذا اليوم الاستثنائي والمميز والوقوف معكم لإعطاء الإشارة لانطلاق السنة التكوينية الجديدة، وهذا نظراً لالتزامات مهنية لا تقبل التأجيل ولا التأخير. وعدنا مرة أخرى ولكم منا خالص التقدير والتحايا. ثانياً باسمي وباسم كل موظفي مؤسستنا التكوينية نرحب بكم كلاً باسمه، كما تتشرف مؤسستنا بمشاركتكم معنا فعاليات افتتاح السنة التكوينية الجديدة على غرار مراكز ومعاهد ولايات الوطن في ظروف استثنائية كالعادة بسبب جائحة كوفيد-19 وما خلفته من انعكاسات على الحياة اليومية. ومن أجل مواصلة الديناميكية المعهودة التي تتميز بها مؤسستنا التكوينية، فإننا ندعو الجميع إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد، وكذا التعاون والعمل وتضافر الجهود من أجل تيسير الأهداف المرجوة التي تسعى إليها دائما مؤسستنا بتعزيز العمل التشاركي داخل المعهد وخارجه، والتحلي أيضا بروح المسؤولية والانضباط سواء كإداريين وأساتذة وكذا المتربصين. بناتي أبنائي، مرحبا بكم في مؤسستكم التكوينية التي تسعى دائما لتقديم الأفضل لكم، فلولاكم لما وجدت هذه الأخيرة، فأنتم عصب هذه المؤسسة بكل تواضع، وبدونكم لن تكون لها تلك القيمة التي شيدت من أجلها والتي تهدف لوضعكم في المسار الصحيح لتحقيق أهدافكم وطموحاتكم وتقديم لكم تكوينا مميزا في مختلف التخصصات التي لها علاقة بالسياحة. وما عليكم إلا بضرورة التحلي بروح المسؤولية دائما والانضباط والاجتهاد. أبوابنا كلها مفتوحة لكم ومن أجلكم، وأملنا لن يخيب فيكم لتقدموا لنا أحسن صورة كمتربصات ومتربصين في مجال السياحة، لتكونوا نموذجا يقتدى به مثل سابقكم، وإعطاء الصورة الفعلية لروح الانتماء للمؤسسة. في الأخير أرحب مرة أخرى باسمي وباسم جميع مؤطري المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة فلفلة بالمتربصين الجدد، فمرحبا بكم في أسرتكم الثانية، دون أن ننسى المتربصين الذين يزاولون تكوينهم أو المتخرجون منهم، والذي سيكون لكم الدور البارز في سرعة اندماج المتربصين الجدد بتعاونكم معهم. وبصفتي مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة فلفلة، أعلن رسميا عن افتتاح السنة التكوينية الجديدة أكتوبر 2021 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد في مشواركم التكويني. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.